السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المفلسون الثلاثة، مين هم بقى المفلسون الثلاثة؟ حاجة طبعا فوق الخيال، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المفلسون ثلاثة: كلب الصيد يلهث ويتعب ويذهب صيده لغيره، هو ما بياكلش الصيد، هو يجيب الصيد ويديه ايه؟ لصاحبه. طيب ادي اول واحد. التاني بقى: والبخيل يجمع المال ثم يموت ويذهب ماله لغيره. والتالت بقى: والمغتاب يغتاب الناس وتذهب حسناته لغيره. الله اكبر. يبقى كلب الصيد بيجيب الصيد ويدي لصاحبه، هو ما بياكلش منه حاجه، يبقى ايه؟ يتعب ويذهب كده وتعبه لغيره. والبخيل يفضل يجمع القرش على القرش والجنيه على الجنيه، واخد بالك، وبعد كده يموت ويترك كل الملايين ديت لغيره ينفقها، واخد بالك، ده المفلس الثاني. طب والمفلس الثالث بقى، وده فعلا اصعب المفلسين: المغتاب. يغتاب الناس عياذا بالله ثم تذهب حسناته لغيره. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه الامام مسلم ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون من المفلس؟ قال الصحابة: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، اللي معوش فلوس. فالنبي صحح لهم المعلومة، قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة عنده أعمال ما شاء الله، بصلاة وصيام وزكاة وحج، ما شاء الله، الله أكبر، ويأتي عنده مشاكل، وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الله أكبر. طب لو ربنا سبحانه وتعالى، يعني هو اللي بيحصل إيه؟ شوف النبي بيقول إيه؟ فيعطى هذا من حسناتي. يعني إذا هذا الرجل ما شاء الله كان عنده تحقيق لشروط قبول العمل اللي هي الإخلاص والمتابعة، يعني كان مخلص في العمل ده لله سبحانه وتعالى. أي نعم كان مخلص، وإلا لو ما كانش مخلص والله العمل ما كان يقبل. طيب وكان بيعمل العمل زي ما النبي عمله، يعني بيتابع النبي، أي نعم، وإلا ما كانش العمل قبل. يعني لو أنك كنت مخلصا ولست متابعا للنبي لا يقبل العمل، ولو أنك كنت مرائيا وكنت متبعا للنبي لم يقبل العمل. لا يقبل العمل إلا بالإخلاص والمتابعة، دول شرطي قبول العمل. طيب هذا الرجل جاء يوم القيامة فوجد الحسنات، كان ممكن ربنا يعامله معاملة بمعاملة حسابية. انت عملت كم حسنة في حياتك؟ والله 5 مليون حسنة، واغتبت الناس ب5 مليون سيئة، خلاص تيجي يوم القيامة لا تلاقي لا حسنة ولا سيئة، صح صح كده؟ ممكن يتم كده. طيب بلاش ده كله، طب انت عملت كم حسنة؟ 5 مليون. طب وعليك كم سيئة؟ 10 مليون. فيجي يوم القيامة ما يلاقيش حسنات بل يلاقي سيئات، يقول الله أمال العبادة اللي أنا عملتها دي؟ لا أنت خدت عليها حسنات بس اتخصم منها السيئات، فكانت السيئات أرجح من الحسنات. لكن ربنا سبحانه وتعالى علشان يخلي مشهد الحسرة مكتمل، يخلي الراجل يجي يوم القيامة ويشوف حسناته قدام عينيه زي الجبال، خد بالك بقى، ثم بعد ذلك يجد حواليه ناس محوطينه كردون. ايه ده، في ايه؟ قالوا له دول الناس اللي ظلمتهم، معقول؟ اه فلان اللي ضربته، يا خبر ابيض، عايز يعمل حاجه شويه حسنات، الله يبارك فيك، انا لا بقول لك عايز فلوس ولا اي حاجه، عايز حسنات، فياخد حسنات على قد ايه؟ المظلمه. وانت اه من الحاج ده انا اغتبته كتير جدا، يقوم واخد حسناته. وفلان يا خبر ده انا ضربته على الله اكبر، يعني ما شاء الله حاجه كده استيريو، يقوم واخد حسناتي. يوم وده فلان ده انا ما اعرفش عملت معاه، ياخد حسن، وهكذا لحد ما فجأة لقى الحسنات خلصت ولسه في ناس واقفين له ما شاء الله مش عايزين يمشوا. خير يا جماعة؟ قالوا له في حسنات، في مظالم. قال لهم الحسنات خلصت، قالوا ما تشغلش بالك، عندنا سيئات زي الفل، هننقي لك شوية سيئات ونديها لك. فبيقدر المظلمة يدوله من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار عياذا بالله. هم دول المفلسون الثلاثة، إياك أن تكون منهم،
جمعني الله واياكم يا رب العالمين مع الحبيب المصطفى في الفردوس الاعلى. واوعى يا جماعه، اوعى حد يلقى الله عز وجل وعليه مظلمه. قال جل وعلا: وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. وقال جل وعلا: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. الله اكبر. ولذا جاء الامر من النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من كانت عنده مظلمه لاخيه من عرض او مال فليتحلله منه اليوم قبل ان يكون يوم لا درهم ولا دينار، وانما هي الحسنات والسيئات. يا رب يجمعنا واياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الاعلى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.